التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وخلال اللقاء أشاد سموهما بمواقف أهل البحرين التي تبعث على الفخر والاعتزاز دائما في كل شأن وطني، وبوقفة هذا الشعب العزيز مدافعا تجاه كل ما يمس وحدته الوطنية أو نسيجه المجتمعي المتلاحم، أو تجاه أي تصرف أو عمل يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكدين سموهما بأن المواقف الشعبية تعكس أصالة هذا الشعب وتماسكه وتلاحمه في مختلف قضاياه التي تتعلق بأمنه واستقراره. وبمناسبة زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، فقد أشاد سموهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدين سموهما بأن زيارة جلالة العاهل المفدى إلى فرنسا ستسهم بشكل إيجابي في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين، وستفتح مجالات جديدة في أفق هذا التعاون. كما استعرض صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.